السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أختي الأعزاء كي دايرة مع الصحيحة، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم بغيت نهضر على واحد النقطة التي أفاضت الكأس وهضروا عليها الناس بزاف، وكانت ردود أفعال قوية على الخرجة الإعلامية اللي قام بها وزير العدل المغربي. وزير العدل المغربي خرج واحد الخرجة إعلامية ربما قال لك هضرة بلا ما يحس بلا ما يشعر، ولكن راه عبر على الواقع وعبر على الصراحه اللي كاينه، وهذا الشيء اللي قال راه هو اللي كاين. قال داك الشيء بطريقه غير مباشره، ولكن الفهم يفهم وكل واحد وتيفسر الهضره كيفاش بغاها. انا بانوا لي ثلاثه نقاط اساسيه في هذه الخرجه الاعلاميه اللي قالهم وزير العدل. وزير العدل هضر على ان الامتحان داز في شفافيه، وكان الاصلاح وكان التصحيح ديال هاد الامتحانات هادو عن طريق الاله، لان الامتحان كان عباره عن كيو سي ام. وقال ان الاسماء اللي كانت متشابهه هي عباره عن محض صدفه، وما كاين تشابه لا والو، يقدر يكون اسم تشبه الاسم ولكن ماشي معناته غادي يجي. النقطه الاخرى اللي ختم بها هو انه هو ولدو عنده جوج الاجازات، وانه قرا على برا. من حقه يقرا على برا، من حقه ولدو يكون عنده، حنا ما عرفناش ولدو شنو المستوى ديالو، ولكن المهم من حقه انه يدير هادشي كامل. ولكن بهاد الهضره هادي واحد ثلاثه النقط بانوا لي انا اساسيين، اللي هو واخا في عصر العولمه وعصر التطور واخا كاين الاله كاين الغش. هذه النقطه الاولى، لحقاش الاله ما قدرتش تحيد لنا الغش. النقطه الثانيه هي ديال القرايه في المغرب، ماشي قرايه في المستوى اللائق. النقطه الثالثه هي اللي عنده الفلوس هو اللي تيحقق يحقق الحلم ديالو وتيحقق الطموحات ديالو. هذه النقطه الثالثه قصحوني ولكن جاوني عادي، لحقاش انا هادشي موالفين به وتنعرفوه، وتنعرفوا ان ديما ما كاينش الشفافيه وما كاينش المصداقيه، وديما كاين باك صاحبي، وديما كاين الغش، وديما كاين المحسوبيه، وديما كاين الزبونيه، وديما كاين ذاك الحوار وذاك الحوار ديال السلطوي. ما كاينش واحد النقاش مبسط، وما كاينش واحد الطريقه متواضعه وباش نوصل المعلومه. هاد المسائل كامله قدرت نستخلصها انا من هاد الخرجه الاعلاميه، وما كانش جاتني غريبه، لحقاش شي حاجه اللي عاديه ومولفين بها، واخا هي واحد الجرحه تتكون تتبرى لك وتتعاود تتولي تسمع بحال هاد الهضره، تتولي بحال ديك الجرحه بحال تتعاود تحيه. حنا في المغرب موالفين بالامتحانات، تندوزو الامتحانات، تندوزو لي كونكور بغض النظر على المستوى، ولكن دوزنا الامتحانات شفنا ان ديك الطريقه باش يدوزو دوك الامتحانات ما فيهمش شفافيه وما فيهمش مصداقيه، واذا بغاو ينجحوا شي واحد راه تينجحوا، لحقاش النزاهه ما كايناش. والنقطه اللي اثرت كاع اللي قصحتني هي ديال القرايه ما كايناش في المغرب. هذه النقطه تنهضر عليها ديما انا، مستوى الدراسي في المغرب مستوى غير لائق، نظرا لان المنظومه التعليميه كامله منظومه هشه. الاستاذ ما هو في خير، التلميذ ما هو في خير، المدارس ما هو في خير، التوجيه ما هو في خير، التواصل ما هو في خير، يعني المستوى الدراسي ديالنا مستوى غير لائق، وما غيعطيناش اجيال قادمه زوينه. داك الشيء علاش وزير العدل قرر انه يصيفط ولده يقرا، لحقاش عنده الفلوس قدر انه يقراه، وخا الا قرا على برا غيرجع وغيشد منصب زوين. ما عرفتش علاش هاد الناس يتهافتوا على السلطه، هما عندهم مشاريعهم، عندهم شركات، ممكن ولادهم حتى الا قراو على برا ما يجيوش يزاحموا ولاد الشعب في امتحانات اللي بحال هادو ديال المحاماه، امتحانات ديال الشرطه، وامتحانات ديال الجندار، وامتحانات ديال العسكر. خليو الناس يا صاحبي ياكلوا الخمس، انتوما عندكم الفلوس وعندكم فين يخدموا وليداتكم، حتى الا قرا على برا في مونريال ولا هذا وجا الله يسهل عليه يشد لك شي شركه من الشركات ويزيد بها القدام ويطورها، عنده التيران فين يخدم. اما ولد واحد بسيط راه ما عندوش فين يخدم، مسكين راه تيقرا تيشد الاجازه تيخرج تيقلب تيقلب الكونكورات يدفعوا التعليم هذا، نبقاو نشوفوا قدام برلمان فهمتي ياك العصا، الناس تعبوا مع هذا الشيء هذا، وكل شيء راه باغي يعيش السمو، وكل شيء باغي يعيش الرقي، وكل شيء باغي يولي لاباس عليه. ما كرهناش حنا نوليو لاباس علينا، علاش لا؟ علاش بالضروري زعما اللي يولي لاباس عليه اللي يقرا مزيان ويخدم مزيان ويعيش مزيان؟ راه هذا الشيء اللي غنعيشوه مستقبلا راه قالوا لنا وزير العدل، الا ما عندكش باش تقري ولدك غير ما تقريش، غير شوف شنو دير، ما تولدوش كاع. الا ما قريتيش مزيان ما غاتوصلش للمستوى، يعني تبقى ديما خدام عامل. حنا تقصحنا من هذه الهضره هذه اللي خرج بها وزير العدل، ولكن هي غير واحد النقطه التي افاضت الكاس وبينات على الحقيقه، وبينات على المستوى ديال وزير
وطريقه الهضره ديالو ما هو الا مثال لباقي الوزراء اللي داروا في التشكيل الحكومي اللي دار في تنظيم تنبير 2021. كانوا هاد الوزراء استلموا هاد المناصب ديالهم، شفناهم الطريقه باش يخرجوا الطريقه الغير مسؤوله ولا مبالاه في التصريحات ديالهم، دليل على ان ناس تحطوا في مناصب بدون ما يدار لهم لا لا توجيه لا تسيير لا كيفاش تكون وزير لا كيفاش دير تواصل. لحقاش انت واحد الانسان مسؤول تنشوفوك على هرم واحد 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 الوزاره، خصك تكون انسان تعرف شنو كتقول تعرف شنو تخرج من فمك وتتحقق العدل. بما انك انت وزير العدل الزمان ديالك في الحقبه ديالك يتحقق العدل باش تكون وزير العدل نزيه وزير العدل اللي يبغيوك المغاربه ويحماقوا عليك المغاربه. لحقاش المغاربه الا بغاو شي واحد تيبغيوه بصح. بحال دابا مثلا نعطيو مثال بوزاره الخارجيه اللي يعني وزاره تتبان لي انا وزاره خدامه في صام صدق وسكات، عمرنا ما شفنا وزير الخارجيه خارج تيهضر ولا شي تصريح، تنشوفوه تيخرج كلاس سيد كلاس تيخرج تصريحات لائقه تيخرج تصريحات عارف شنو تيخرج من فمو، تتحترم تتقدرو لانه هو واحد الانسان بشكل. انا فاش نلقى شي انسان كومبيتون عرفتي انا تنبقى نشوف فيه القدوه ديالي، تيعجبني داك السيد انا بوريطا تيعجبني تيعجبني الطريقه الهضره ديالو والطريقه كيفاش كيفاش تيهضر في الطريقه كيفاش تيتحاور في الطريقه كيفاش يوصل المعلومه. نتمنى يكون مثال ديال مثلا وزير العدل او رئيس الحكومه يكون ياخذوا مثال بوريطا يشوفوا الطريقه كيفاش يتعامل السيد وياخذوا منه العبره بطريقه التعامل. هو في الخارجيه والاخرين الداخل يعني ما ماشي بحال ما بعدا هو قدر يعطي صوره على المغرب صوره زوينه ويحترمونا الناس خارج ارض الوطن يقدرونا ولنا واحد الهيبه على برا. طبيعه الحال القياده الثانيه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس هو اللي تعطي التعليمات الاساسيه والتشكيل الحكومي حنا اللي مسؤولين عليه، مسؤول عليه حتى شي واحد، حنا كمواطنين اللي حنا اللي انتخبنا هذه الحكومه هذه وعطيناها انها تسيرنا وتحققنا الاهداف ديالنا وتحققنا الطموحات ديالنا، ولكن مع كامل الاسف داكشي اللي يفرضوا على راسهم غيحققوه ما حققوش حتى 1% فيه. انا في النظر ديالي ان الحكومه المستقبليه اللي غتكون خصها تكون تخدم بالوبجيكتيف. نعطيوك مثلا غدير لي تنقص لي 30% في البطاله في عامين، غتحيد لي 30% من الجريمه في عامين، الا شفتك ما حققتيش هاد لي زوبجيكتيف تنطالبك بالمسؤوليه والمحاسبه وتنعاقبك وتنحيدك من الحكومه وتنعطي الفرصه لواحد اخر اللي باغي يخدم وباغي يحقق اهداف. المغرب فيه كفاءات، فيه ناس قارين واعيين فاهمين، ناس عندهم طريقه الالقاء طريقه التحاور طريقه باش يتعاملوا طريقه زوينه، ناس قارين واعيين، ولكن مع كامل الاسف تنشوفوهم مساكن تيعانيو من البطاله والفقر والتهميش. بغينا العمل الجمعوي يكون عمل اللي داخل فيه المواطن المغربي وتلاقي ما بين ما هو حكومي وما هو جمعوي باش 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 داك المواطن الصوت ديالو يبقى يوصلوا الجهات المسؤوله ويعرفوا المواطن شنو تيخصو. نعطي واحد المثال بحال دابا مثلا رئيس الحكومه الله يزيدو السيد لاباس عليه ما عارف شنو هو الفقر، ما عارف شنو هو الحاجه، ما عارف شنو هي 20 درهم في النهار شنو هي، ما عارف شنو هي 50 درهم شنو هي، السيد تيتعامل غير معاملات ماديه دايزه غير في سلوكه ما عارف شنو هو الفقر. بحال شي واحد ساكن في ليطاج رقم 50 وواحد تيعيط له من 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 السفلي غيعيط له ما غيسمعوش، والاخر غيشوف فيه ما غيفهموش. يعني هذا هو المشكل اللي واقع ما بين وزير رئيس الحكومه وما بين الشعب المغربي، هذا هو المشكل اللي واقع. نتمنى انه يفهم شنو هو الفقر ويفهم شنو هو الحاجه ديال المواطن واحد القوت يومي، ويعرف ان بزاف الناس راه ما خدامينش وعندهم عائلات، وخص واحد النقطه توصل له هي ان الاسره المغربيه اسره مكلومه في وليداتها، ما كاينش شي اسره مغربيه ما كاينش شي ام مغربيه قلبها ما دارهاش على واحد الولد عندها ولا واحد البنت عندها ولا واحد الوليدات عندها ما خدامش، انت تشوفوا انه ما قدرش يحقق الطموحات ديالو وما قدرش انه يكون واحد الصوره تباهى به قدام عائلته هي وقدام المجتمع، تتشتقى مسكينه مكونه وعاصره وقاسمه داكشي اللي عطى الله وساكته وتتالم في صمت على وليدها. كل اسره مغربيه عندها ما يقدر على ولد معلومه فيه. هذا الشيء ماشي نتيجه عاد اليوم، هذا الشيء بشحال هذه، وتنعرفوا الشباب المغربي شباب تيصبر، وكاين ناس اللي غاديين
ناس مقادين زويونين، ناس الله يعمرها دار، ولكن تيعانيو من الفقر، ومع ذلك ما عمرهم شفناهم داروا شي حاله ولا شي حاجه اللي هي خايبه. تنشوفوهم ديما ناس ملتزمين وتيستنوا الفرصه ديالهم. علاش هاد الفرصه ما توصلش؟ علاش هاد الحوارات وهاد الخطابات هادو ما تكونش في اطار ما هو بناء، ونحاربوا البطاله ونحاربوا الفقر ونحاربوا اسمي الجهل. نكونوا ناس عندها مستوى تعليمي زوين، عندها مستوى اجتماعي زوين، مستوى رياضي زوين، كما الرياضة حقات ألقاب. راه ما يمكنش تكون القطعات الأخرى طايحة. راه كلشي يكون غادي في سياق واحد، كلشي يكون غادي تيتطور باش نزيدوا لقدام. هذا الوطن حنا راه عندنا غيرة عليه، وبغينا هذا المغرب هذا يزيد لقدام. هاد الدراري اليوم اللي تغشوا في هذا الامتحان هذا وما تنصفوش، تنقول لكم ان راه شوف راه ربي راه ما تضيع حتى شي واحد، وربما في الاخير ربي ما غاكش تدخل في واحد الميدان اللي انت ما غاتحققش فيه العدل وما غاتكونش فيه مزيان. داكشي علاش ربي بعدك عليه، يقدر ربي يخطى عليك شي حاجه ما هي احسن ويصبر. راه اللي غشك في الدنيا راه في الاخير الله ما يقدر يغشك. فاش نوصلوا للمحكمه الالهيه، فاش نوقفوا قدام الله وتكون انت مثلا كواحد الانسان لاباس عليك، دخلتي ولدك يخدم عيب في الشواب هذا وحيدتي المنصب لواحد اخر، راه تتحاسب قدام الله وتتعاقب، وغتكون ديك الساعه ما عندك فين تهرب، ما عندك فين تكذب. الدنيا دابا كذب هرب، بان في السوشيال ميديا على انكم ناس مزيانين، ولكن الحقيقه ما تعلمها غير الله. وكاينه المحكمه الالهيه هي اللي غتصفنا ان شاء الله. وتنقول لهاد الدراري هادو ما تقلقوش، راه الخير فيما هو اتي ان شاء الله، وتقدر تحقق الطموحات ديالك مادام ان عندك لي كومبيتونس اللي خلاوك دوز هاد الامتحان ديال المحاماه. راه يعني راه عندك حوايج اخرى في وسط منك تقدر تحققهم. وبالنسبه للشباب العاطل اللهم صل على الجميع، انا كنت نتمنى ان هاد النقاشات يكونوا بحال هادشي، ما نهضروش على هذا قال ولا هذا فعل، ولكن داك الخرجه الاعلاميه خرجه مزيانه اللي جات في وقيتها، اللي خلات الناس يفهموا شنو هي الحكومه المغربيه، ويعرفوا القيمه ديالها، ويعرفوا مدى القساوه اللي تتعامل بها مع المواطن المغربي. ما هي الا نقطه افاضت الكاس هذه الخرجه هذه اللي خرجها سيوبي. نتمنى ما هو قادم يكون مزيان، نتمنى تعطى الاولويات للناس اللي عندهم الكفاءات وقادرين انهم يتحاوروا. تنشوفوا ناس في المغرب عندهم كفاءات يشرفوا الوجه ديال المغرب في خارج ارض الوطن، علاش ما تعطيهمش فرصه حتى هما يكونوا هما اللي يكون على رئاسه الوزارات المهمه؟ ان شاء الله مستقبلا ما نلقاوش الجريمه، ما نلقاوش الفقر، ما نلقاوش البطاله، ما نلقاوش التهميش، ما نلقاوش بزاف الحوايج خايبين، والبلاد ديالنا تزيد لقدام. شكرا للمتابعه الاخوان، وتابعونا فيديو جديد ان شاء الله.